السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال يا رب. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. البث من إمارة الشارقة الإمارات العربية المتحدة صبيحة ليلة 26 رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولله في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من الفائزين، ولا تجعلنا فيه من المحرومين. اللهم اجعلنا فيه من الفائزين، ولا تجعلنا فيه من المحرومين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم تقبلنا واقبلنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وإخواننا وأصحابنا ولكل من له حق علينا. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من الفائزين، ولا تجعلنا فيه من المحرومين. اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم قنا عذاب النار.
اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من الفائزين، ولا تجعلنا فيه من المحرومين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته يا رب العالمين. اللهم فرج عنا، اللهم فرج عنا، اللهم فرج عنا. اللهم إنا بحاجة عاجلة إلى رحماتك. اللهم لا تحرمنا رحماتك يا أرحم رحماتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عنا، اللهم فرج عنا، اللهم فرج عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله.